السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى نشرة الأخبار من قناة سهيل، والبداية بالعناوين. وزير الصناعة والتجارة: اليمن في المرتبة 164 في انتشار الفساد. صلح في تعز ينهي سنوات دامية، وفي شبوة مطالب بتوفير الجواز اليمني. أهلا بكم، بداية النشرة أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. دعا وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب إلى إيجاد هيئة خاصة بتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقال إن اقتصاد الدولة بالكامل كان محفوفا أو مخطوفا من قبل مجموعة متنفذة، ما أدى إلى انتشار الفساد بشكل خيالي لدرجة تم تصنيف اليمن في المرتبة 164 عالميا من حيث استشراء الفساد. جاء ذلك في كلمة للوزير بن طالب في افتتاح المؤتمر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته الجمعية اليمنية لتنمية الأعمال اليوم بصنعاء. وتضمن المؤتمر عرض تجارب كل من اندونيسيا والصين وتركيا في مجال الاهتمام بالقطاعات الصغيرة والمتوسطة خلال العقدين الماضيين، بهدف الوقوف على البيئة التشريعية والقانونية للقطاع والخروج بتوصيات تسهم في تحرير الاقتصاد الوطني من الوضع المتردي الذي يعيشه حاليا بسبب السياسات الخاطئة التي انتهجها النظام البائد. بالتأكيد إن البيئة خلال على الأقل 3 أو 4 عقود ماضية لم تكن مهيئة لتنمية مثل هذه الأنشطة الصناعية والتجارية، ولهذا السبب استمر الوضع في التدهور العام حتى وصل إن الشعب يقوم ويثور على هذه الأوضاع حتى يجدد بعث دولته من جديد لمستقبل أفضل. فهذه الثورة ليست لا يجب أن تكون ثورة فقط سياسية، هي يجب أن تكون ثورة سياسية اقتصادية اجتماعية وذهنية في الأساس. أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد حسين الحكيمي بأن تنفيذ العملية الانتخابية ستسير حسب ما هو مخطط لها في المرحلة الانتقالية بتعاون كافة الأطراف السياسية. وقال الحكيمي في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء إن صندوق الدعم المتعدد الأطراف التابع للأمم المتحدة سيسهم في تقييم وتخطيط وتعزيز الشراكة من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة في اليمن. وخلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر اللجنة العليا للانتخابات، أعلنت المملكة المتحدة والسويد واليابان عن مساهمتها ب15 مليار و200 ألف دولار دعما لعملية تسجيل الناخبين والاستفتاء. ويتكون صندوق دعم الانتخابات اليمنية من كل من بريطانيا واليابان والدنمارك وألمانيا والسعودية، وصندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. اللجنة لم تتستر على أي شيء، نقول هذه مشاكل منذ أن بس تعالوا في منطق في عقل نجلس نتناقش، لا تقولوش من الآن نشتي محاصة، نطرح خيارات تخدم هذا البلد. إما نعالج وضعنا الداخلي ونتحمل المسؤولية كلجنة وما نشتش تقولة، نحن مستعدين نتحمل المسؤولية، وإلا تفضل الحكومة مشكورة تعالج الموضوع هذا وتعمل لنا حل، كلنا نحن والأحزاب خرجنا للطريق ما نجلس بما حكات. ليست محاصمة، اللجنة متمسكة بوضوح أنها لن تقبل أن يكون الإخوة الموظفين داخل اللجنة محل مساومة ومحاصة. جرى صباح اليوم بأمانة العاصمة فتح مظاريف 16 مشروع شق وتعبيد الشوارع الترابية بالمديريات الطرفية لأمانة العاصمة بتكلفة تقديرية بأكثر من 3 مليارات و400 مليون ريال بتمويل من السلطة المركزية. نفذ موظفو الواجبات بأمانة العاصمة وقفة احتجاج أمام مبنى أمانة العاصمة للمطالبة بإقالة الفاسدين وزيادة مستحقاتهم وتثبيت المتعاقدين الذين مضى على تعاقدهم سنوات كثيرة.
وطالب المحتجون من العاصمة بسرعة النظر إلى مطالبهم القانونية والعادلة، وهدد المحتجون بالتصعيد من وقفاتهم الاحتجاجية حتى الاستجابة لمطالبهم. أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب على اهتمام الوزارة بالقطاع الخاص ورجال الأعمال والعلاقات الثنائية التي تسهم في تطوير الجانب التجاري. جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحفي للتحضير لمعرض تجاري للمنتجات التركية في اليمن والمقرر أن ينطلق في ديسمبر المقبل. من جانبه أشاد السفير التركي بصنعاء فضل الشرمان بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لدعم المعرض التجاري المقبل في إطار دعم القطاع الخاص في البلدين وتجسيدا لعمق العلاقات الثنائية. أفادت مصادر إعلامية عن اغتيال قائد قوات الأمن الخاص بالمنطقة الغربية بوادي حضرموت الرائد ماجد مطير جراء إطلاق النار عليه من قبل شخص يستقل دراجة نارية بالشارع العام بضاحية بابكر غرب مدينة القطن. وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد من مقتل جنديين وإصابة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت طقما عسكريا في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت. أعلنت منظمة اليونيسف موافقة برنامج الشراكة العالمية من أجل التعليم منح اليمن مبلغ 82 مليون دولار لتحسين جودة التعليم للأطفال. وقال مكتب المنظمة في اليمن في بيان له إن المنحة تهدف إلى تقديم التمويل الضروري والوصول إلى عدد كبير من الأطفال خارج المدرسة والمقدر عددهم بمليون طفل، وكذا تحسين جودة التعليم لجميع الأطفال خاصة الفتيات. نفذ عدد من المدرسين وقفة احتجاج أمام مبنى مكتب التربية والتعليم بمحافظة المحويت احتجاجا على عدم تفعيل قانون النقل من مكتب التربية بالمحافظة رغم مضي نحو 20 سنة على بعضهم. المحتجون رفعوا لافتات تعبر عن تلك المطالب وشكوا التجاهل التام لمطالبهم من قبل مكتب التربية بالمحافظة رغم المذكرة من الوزارة والتي أكدت على العمل بموجب اللائحة والقانون المنبثقة من الوزارة. توظيف داخل محافظة المحويت من 96. أشياء أقول جملة باختصار وهي أرجو ألا يوضع يرمى باللوم والتلاعب بالمدرسين. لا، الوزير يرمي على المحافظ والمحافظ يرمي على الوزير. نحن قانون نريد تطبيق القانون، نشي ننتقل. لا، ما نشي حد يرمي باللوم على الآخر. الوزارة ترمي على المحافظة ومكتب التربية ومكتب التربية يرمي على الوزارة. نحن نشتري نفع القانون عشان تبع القانون بس. الآن نناشد وزير التربية وناشد ايضا لجنة الحوار الوطني، شوفوا لنا يا اخي حل، اعملوا لنا حل يا اخي. او مثلا في ناس اي اللي واحد انطبقت شروطه الله يفتح عليه يا اخي انقله. رأت منظمة السلم الاجتماعي والتوجه المدني بتعز ملتقى الصلح والاخاء بين بني عون وبني الدعيس لتنهي بذلك حقبة من الصراعات الدامية بين القبيلتين. المزيد في سياق التقرير التالي. كانت محافظة تعز على موعد مع اللقاء التصالحي بين بني عون وبني الدعيس بعد مواجهات راح ضحيتها العديد من الأنفس والممتلكات. مقتل أكثر من 210 شخصا وإصابة أكثر من 380 شخصا معظمهم من الشباب ما دون 25، وكذا تدمير العشرات من مزارع القات إن لم نقل المئات، وتدمير العشرات من المنازل، وتشريد العدد من الأسر، وإقلاق السكينة العامة. الحمد لله على ما وصلنا إليه في هذه القضية التي استفحلت وأخذت منا مشاق كبير جدا، والحمد لله ما توصلنا إليه. عند غياب الأمن وانتشار السلاح تغيب التنمية وينتشر الجهل والقتل. أعاهد نفسي أولا وأعاهدكم كنيابة عن قيادة المحافظة أن يتم التركيز على إعادة التنمية وتركيز على تفعيل مشاريع المديرية ابتداء إن شاء الله من زيارة القادمة لكم خلال الأسبوع القادم. جمع الشمل يبني المنطقة ويطورها، وقد سعت اليوم منظمة السلم الاجتماعي والتوجه المدني إلى هذا الصلح.
يعينها العديد من الشخصيات الاجتماعية. تسعى منظمة السلم الاجتماعي إلى العمل من خلال 6 لجان من ضمنها لجان التوعية، وتعمل هذه المنظمة على التوعية بمخاطر الانقسام ومخاطر العنف ومخاطر الاقتتال ومخاطر اللجوء إلى لغة السلاح، وتعزز لغة الحوار ولغة التقارب ولغة التآخي ولغة التلاحم. التلاحم الذي يحمي المجتمع من التطاحن والتآكل ويستنزف طاقات المجتمع في معارك جانبية. برعاية وحضور محافظ المحافظة والعديد من أعضاء مجلس النواب والمشايخ والوجاهات الاجتماعية، قرأت وثيقة الصلح وجرى التوقيع من قبل الطرفين لتشكيل بداية جديدة للمنطقة وعهد جديد بين بني العمومة والجيران. بعد اليوم ما فيش طرفين، هم طرف واحد كما كانوا، عادت اللحمة إلى ما كانت عليه بين الخال والبن العام، بين بني الدعيس وبني بني العون. تغمرنا الفرحة والسرور عندما شاهدنا الأسرتين بني عون وبني الدعيس، الأسرتين المتخاصمتين، يعني يجلسوا مع بعض ويتقابلوا مع بعض، وكأن الأمور يعني لم يبقى أي شيء. نحتكم للتسامح لجل نهضة بلدنا في الحوار السلوك الزين ما بيننا البين. لانت اكفلت بابك او انا اكفلت تهنا، نقرأ الفاتحة لا روح شعبي وياسين، والهوى والتعصب ما لها اي معنى. من تنازل من اجلك يا اليمن تكرم العين. 6 قتلى، 10 مصابين، 3 بيوت مدمرة، 4 مزارع، حصيلة المواجهات بين بني عون وبني الدعيس. فسعى العقلاء لانهاء هذا النزاع لتنتهي معاناة الطرفين بالصلح، والصلح خير. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. أقامت شركة صافر النفطية عددا من قدمت شركة صافر النفطية عددا من المستلزمات والتجهيزات 4 قاعات في كليات التربية والآداب والعلوم بمحافظة مأرب. واحتفت المستلزمات المقدمة على كراسي وأثاث للقاعات وخزنة ضد الحريق لحفظ الشهادات والوثائق المهمة وآلة تصوير متعددة الأغراض ومستلزمات أخرى. أقام القطاع النسوي للتجمع اليمني للإصلاح في منطقة الغرف بمديرية تريم مهرجانا جماهيريا بالذكرى 23 لتحقيق الوحدة اليمنية. وفي المهرجان أكدت كلمة التجمع اليمني للإصلاح على أهمية هذه المناسبات في نشر روح الأخوة والتراحم بين أفراد المجتمع، وتقييم المراحل الماضية من التاريخ اليمني للاستفادة منه في رسم خطط المستقبل. تخلل الحفل أناشيد من قبل زهرات ورقصات شعبية نالت استحزان الحاضرات اللاتي عبرن عن إعجابهن بالزغاريد والأهازيج النسوية. في محافظة شبوة يناشد المواطنون وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والسجل المدني إلى إيجاد حلول سريعة لتوفير الجوازات في محافظة شبوة. المزيد في سياق التقرير التالي. منذ شهر ومحافظة شبوة تشكو من إدارة مصلحة الجوازات والهجرة لعدم توفير الجوازات في ظل هذه الفترة التي يقبل عليها المواطنون من كل أرجاء المحافظة لأداء مناسك العمرة. كبار السن الأكثر إقبالا على هذه الإدارة العقيمة التي زرعت في قلوبهم اليأس والتي تكاد أن تحرمهم من الذهاب لأداء مناسك العمرة من سوء المعاملة ومن تأخير طلباتهم التي تراكمت في هذه الإدارة الخارجة عن الخدمة. نحن هنا أكثر من شهر تقريبا في انتظار الجوازات، والأخوة في الجوازات يقولون كل يوم ستأتي الجوازات، بكرة بعده بكرة بعده بكرة بعده، وإلى الآن لم توصل. لا نعرف هل الخلل من الجوازات العامة في صنعاء ومانعين على شبوة أو حاضرين عليه الجوازات، أم أن الجوازات هنا مهملين ولا يتابعون الطلبات في صنعاء. في ناس أمراض، في ناس يريدون العمرة، في ناس يريدون الحج، موقفة هذا الناس ومنتظرين، أم أنه يروح لحضرموت تصرف أو ما تصرف له، يروح لصنعاء يتكلف عن السفر خسائر فلوس، يروح إلى عدن نفس الحكاية يتكلف ذي قال عنها سفر. لماذا تحرم هذه الخدمة عن أبناء شبوة؟ هل هي من المسؤولين في شبوة؟ هل هي مقصودة ومتعمدة لكي إذلال المواطن هذا وتتعيبه ونزاف ما في جيبه؟ أم أن هناك إهمال ولا مبالاة بقيمة هذا الإنسان؟ في عجائز، في نساء، في أطفال يريدون جوازات، في ناس أمراض، في ناس، لماذا التأخير؟ هذا اللي نريد أن نعرف سببه.
من الجهات المسؤولة. حيث حاولت قناة السهيل إجراء مقابلات مع الموظفين ونائب مدير مصلحة الهجرة والجوازات، إلا أنهم رفضوا اللقاء لتوضيح أسباب تأخير الجوازات. الجدير ذكره أن المواطنين في محافظة شبوة يسافروا إلى المحافظات الأخرى لاستخراج الجوازات بعد غياب وعجز الإدارة المختصة لهذه المشكلة، ويطالبون وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والسجل المدني لإيجاد حلول سريعة لتفادي هذه العقوبة التي تمارس ضد المواطنين في محافظة شبوة. افتتح وكيل محافظة مارب علي محمد الفاطمي 28 مشروعا بإجمالي 250 مليون ريال بمناسبة العيد الوطني 23 للجمهورية اليمنية وبتمويل محلي. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم بمدرسة الميثاق بمديرية مدينة مارب وافتتح المعرض التشكيلي المرافق، مشيرا إلى أن هذه الذكرى تأتي هذا العام واليمن تمر بمرحلة مراجعة وتصحيح لكل ما مرت به البلاد في السابق من خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي ينتظر منه الخروج باليمن إلى دولة مدنية حديثة. نظم أبناء مدينة التربة بمحافظة تعز اليوم مسيرة حاشدة في مركز المديرية للمطالبة بتحرير المديرية من الفساد والفاسدين، وللمطالبة بإيصال المشاريع التنموية والخدمية إلى المديرية، متهمين مسؤولي المديرية بالوقوف في طريق تنمية مديريتهم بسبب فسادهم وما وصفوها بعملية البيع والشراء في المشاريع. أقام منتسبو المعهد المهني الصناعي بمدينة التربة بتعز احتفالا بمناسبة الذكرى 23 للوحدة اليمنية بحضور طلاب وطالبات المعهد ومدير عام التعليم المهني بمحافظة تعز. ضمن فعالياتها لإحياء تعز عاصمة للثقافة اليمنية، نظمت مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة اليوم معرض الآثار والتراث اليمني للفنانة التشكيلية الصينية الدكتورة يان مين واي. دشنت جمعية الفجر التنموية الخيرية بمحافظة حجة بالتنسيق مع مؤسسة البادية الخيرية حملة البادية الثانية لإغاثة متضرري الأحداث في اليمن، وتستهدف الحملة نحو 4000 أسرة في معظم مديريات حجة، وتشمل تقديم مساعدات غذائية وإيوائية للأسر الفقيرة والمريضة والأيتام والمتضررين من الكوارث والمعاقين وفئة المهمشين. وفي حفل التدشين أكد وكيل المحافظة الدكتور إبراهيم شامي على أهمية إحياء روح التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع، مشيدا بدور جمعية الفجر ومؤسسة البادية في دعم ومساندة الأسر المحتاجة والفقراء والمتضررين من الكوارث. في يوم الأحد الماضي 16/5/2013 تم تشكيل حملة البادية الثانية لغرض من أفضل في اليمن في العام 2012، وقد تم اليوم تشكيل. مشاهدينا الكرام، في نهاية النشرة أعود وأذكر بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة: اليمن في المرتبة 164 في انتشار الفساد. صلح في تعز ينهي سنوات دامية، وفي شبوة مطالب بتوفير الجوازات. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة المزيد من الأخبار عبر سهيل نت. إلى الملتقى، لكم مني أحلى المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.